ينضم معنا لمزيد من التفاصيل من كركوك النائب أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية. مرحبا بك سيادة النائب أرشد الصالحي. مصادر حكومية تحدثت عن هجوم مسلح في مدينة الشورجة وسط كركوك، ما التفاصيل التي لديكم؟ شكرا جزيلا. يعني سمعنا قبل قليل أصوات قذائف في هذا الخصوص، هي ليست كبيرة جدا، وإنما كان هناك استهداف لإحدى الدوريات التابعة لشرطة مكافحة الإرهاب، ونحن نتوقع مثل هذه الأمور لأن لا زالت هناك تشييد لمجاميع إرهابية موجودة داخل المدينة، وعلى الحكومة التعاطي مع هذا الملف بحزم كي لا يسمح بنقل المشاكل والاضطرابات من هذه المناطق إلى مناطق أخرى. المصادر تحدثت عن احتراق عربة عسكرية بقذيفة RPG-7، يعني كيف ذلك؟ يعني ما هي مطالبكم أنتم كنواب؟ يعني نحن نرى بأنه على الحكومة أن تبسط أمنها الداخلي أكثر، وضرورة أن يكون هنالك العمل بحزم مع هذا الملف وعدم التراخي، ويبدو أن الحكومة قد تراخت في الفترة الأخيرة، لذلك نحن نبدي تخوفنا وقلقنا من هذا العمل، وبالأخص هنالك ناحية ألتون كوبري أيضا هي التي هي خط التماس بين أربيل وكركوك، فيجب أن يتم معالجة القوات في هذه المناطق لإبعاد النار من أهالي الناحية. لحد الآن لا يوجد هنالك ضغط قوي من الحكومة تجاه هذا الملف، وذلك كي لا يستغل بشكل أو بآخر من قبل أربيل كأن الحكومة تريد أن تنتقم من الآخرين. هذا التوتر الأمني يعني في كركوك يخدم من وجهة نظرك؟ يعني طبعا هذا التوتر سوف لن تستفيد منها احد، وحتى الاطراف التي تقف وراءها ستكون متضرره كبيره، لان الدوله حتما ستلجا الى القيام بالقاء القبض على المنفذين وعلى الذين يعدون بالقيام بهذه الاعمال، وحتما سوف يكون هنالك اجراءات حسب قانون العقوبات العراقي وحسب قانون مكافحة الإرهاب، هذه تعتبر أعمال إرهابية، وسوف يتم محاسبة كل الأطراف التي تقف خلف هذه الأعمال، وحتما ستؤدي إلى إصدار قرارات من القضاء بهذا الشأن. نشكرك شكرا جزيلا سيد النائب أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية.